بركان لا بالما 87 يوما من الثوران، وإسبانيا تلزم 33 ألف شخص بعدم الخروج من منازلهم بسبب بركان لا بالما. ألزمت السلطات الإسبانية حوالي 33 ألف شخص من سكان عدة بلدات في جزر الكناري الإسبانية بسبب بركان لا بالما في أرخبيل الكناري بعدم الخروج من منازلهم لبضع ساعات بسبب الغازات السامة المنبعثة من بركان كومبريفيخا الذي سار قبل نحو 3 أشهر. وأمرت الحكومة الإقليمية للأرخبيل السكان في بيان لها، وقالت بسبب نوعية الهواء غير المناسبة إطلاقا بسبب ثاني أكسيد الكبريت المنبعث من البركان. وقالت أغلقوا الأبواب والنوافذ وامنعوا دخول الهواء من الخارج، ابقوا إن أمكن في الغرف الواقعة في الحيز الداخلي من المنازل. ودعت إلى وضع شريط لاصق على مفاصل الأبواب والنوافذ لتحقيق مزيد من السلامة. وأضافت إذا وجدتم أنفسكم في الخارج احذروا من أن السيارة ليست مكانا آمنا والجأوا إلى أول مبنى تجدونه أمامكم. بركان لا بالما، هذا البركان السائر أو المنفجر منذ 19 سبتمبر، دخل يومه 86 على التوالي، حقق رقما قياسيا لم يحدث في تاريخ العالم منذ أكثر من 500 عام في أطول مدة ثوران. سجل نشاطا بركانيا زلزاليا كثيفا هذه الفترة، لم يتسبب في وقوع إصابات ولكنه أحدث أضرارا جسيمة وأدى إلى إجلاء أكثر من 7000 شخص، فقد بعضهم كل ممتلكاتهم تحت تدفق الحمم البركانية. وقال ماريانو هيرنانديز المسؤول الحكومي البارز في الجزيرة إن الخبراء يواصلون قياس عدد وحجم الزلازل في المنطقة ومستويات ثاني أكسيد الكبريت بصفة دورية وتحذير السكان من خطر الإصابة بالتسمم جراء استنشاق الغاز السام. سلم يا رب سلم، شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.